Good morning. Manhelium number 9, page 141. And barely for each of the following angles, say if it is zero, acute, right, obtuse, straight or wide. نشوف هذا الانجل هنا ياهم من خلال الاوبننج اللي له نعرفهم اذا هني acute, right, obtuse, straight or wide. لحتى يكون acute بدنا نذكر بكون الاوبننج اللي له اصغر من الاوبننج تاعيت الرايت انجل واكبر من الاوبننج تاعيت الزيرو انجل, يعني اكبر من صفر واصغر من 90. لحتى يكون رايت بده يكون 90 ديجري. لحتى يكون obtuse بكون الاوبننج اللي له اكبر من الاوبننج تاعيت الرايت انجل واصغر من الاوبننج تاعيت الوايد انجل, يعني اكبر من 90 واصغر من 180. حتى يكون شو اسمه ستريت بده يكون 180 ديجري, وايد انجل بده يكون 360 ديجري. هنشوف اول انجل عندنا مبين انه الاوبننج اللي له اصغر من 90 ديجري فهو بيطلع اكيوت. تاني انجل هون مثل ما شايفين الاوبننج اكبر من ال 90 ديجري يعني هو obtuse انجل. هون بين الانجل كانه عندي يا ستريت لاين بلش من عند اول سايد لعند تاني سايد صاروا اثنين سايد على نفس اللاين, يعني الميجر اللي له 180 ديجري يعني هو ستريت انجل. هون عندي مثل ما شايفين كأنه perpendicular الاثنين segment أو اثنين side فهو right angle. هون أصغر من 90 degree بيطلع acute, هيدا مبين كأنه 90 degree يعني هو right. نوصل لهون عندي الopening مبلش من عند أول side عامل الاوبننج مثل السيركل وتاني سايد طلع موجود على اول سايد, يعني كانه اثنيناتهم نفس السايد الاثنين سايد واحد مبينين بس الاوبننج عامل مثل السيركل. هيدا بكون الميجر اللي له 360 ديجري وبنسميه وايد انجل. هون الاوبننج مبين اكبر من 90 ديجري يعني obtuse. هون الاوبننج ما في عندي اوبننج يعني كانه الاثنين سايد موجودين على بعض, يعني الانجل الاوبننج زيرو يعني الانجل زيرو انجل. هيدا 90 ديجري يعني رايت انجل وهون رايت. هون مثل ما شايفين الاوبننج اللي له اصغر من 90 ديجري يعني هو اكيوت انجل. هيدا نمبر 9 بيج 141. هلا بدنا نحل النمبر 10 بيج 142. عم بيقول لي measure the following angles then group the equal ones together. يعني نحن من هول انجل نيجي نقيس الميجر اللي لهم نرجع تحت نرتب من هن الايكوال انجل. حنبلش باول انجل مثل ما علمتكم انه نحن لحتى نقيس الانجل بنستعمل بروتراكتر. السنتر تاع البروتراكتر بنحطه على الفيرتكس تاعيت الانجل والسايد بوحدة بدها تكون على الزيرو والتاني ضمن الاوبننج او ضمن الاوبننج تاعيت البروتراكتر. مثلا اول انجل جيت حطيت بهيدا الشكل الفيرتكس حطيتها على السنتر, اول سايد اخذته وحطيته على الزيرو مثل ما شايفين, تاني سايد بده يكون ضمن الاوبننج شايفين ضمن الاوبننج تاعيت البروتراكتر. جينا بنعد هلا عندي 0 10 0 طلع من جوا كفي من جوا العد 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 بيطلع الاكس او واي ايكوال تو 90 ديجري. هلا تاني انجل اول شيء بدي احط اسمه هذا الانجل فيرتكس اللي له بي يعني بالنص بحط البي والاثنين الباقيين بحطهم مثل ما بدي, يعني هون بحط الـ A إذا بدي أول شيء والـC بحطها تاني شيء. بس مثل ما مكتوب على الفيجر نحن ما نكتب على بالنيمينج. طيب نفس الشيء بحط الفيرتكس عند السنتر تاعية البروتراكتر, حطيت واحدة من الاثنين سايد على الزيرو بس بشرط تاني سايد بكون موجودة ضمن الأوبنينج تاعية البروتراكتر من هون.
يعني انا ما في اجي اقيس بهذا الشكل. اذا حطيت البروتكتور بهذا الشكل بتصير تاني سايد موجوده برات الاوبننج، يعني ما فيني عادي، يعني ما بيمشي الحال. لا هاي بيطلع عندي الميجر للانجل، زيرو طلع من برا اللي عم عد عليه، زيرو 10 20 30 40 طلع على 50، اي بي سي بيطلع 50 ديجري. خلينا نشوف عندنا هون هذا الانجل. كمان نفس الشيء، حطيت السنتر عند الفيرتكس، حطيت الزيرو عند واحد من اثنين سايد بشرط انه تاني سايد يكون ضمن الاوبننج تاعي البروتراكتور. بعد الزيرو طلع من برا، زيرو 10 20 30 40 50 60 80 70 80 90، مش بوصل عند ال 90 وبلش عد من تحت، لا بكفي عد من فوق 90 100 110 120 130 140، وصلت لعند تاني سايد، فبيطلع هذا الانجل اللي اسمه جي اف اي ايكوال 140 ديجري. ومنكفي بنفس الشكل لحتى نجيب الميجر لباقي الانجل. هلا من بعد ما جبنا الميجر للانجل بدنا نشوف من هن الانجل او الايكوال انجل. بيجي عند اول انجل اللي هو اكس او واي ايكوال 90 ديجري، بروح بفتش مين الانجل اللي مثله لايكوال 90 ديجري. بيطلع عندي الاي كي جي ايكوال 90 ديجري، يعني بقدر اقول انه الاكس او واي ايكوال تو اي كي جي. نرجع اي بي سي ايكوال 50 ديجري، بشوف مين الانجل اللي مثله بايكوال 50 ديجري. عندي زد اتش تي ايكوال 50 ديجري والام ان ار، يعني بقول له انه اي بي سي ايكوال زد اتش تي ايكوال ام ان ار. هول 3 انجلز ار ايكوال. ثالث انجل عندنا يا جي اف اي ايكوال 140 ديجري، في عنا ال بي كي، ال بي كي مثله ال بي كيو، يعني فينا نقول انه جي اف اي ايكوال ال بي كيو. هذا نمبر 10 بيج 142.